الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. خبراء وكالة الطاقة الذرية يصلون إلى محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وموسكو تدعو لمراقبة دولية لحماية محطة زابوريجيا. اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث مواجهة زيادة أعداد المهاجرين. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مشددة على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية ما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. يعقد الحوار الوطني غدا اجتماعا من أجل الاتفاق على قضايا المحور المجتمعي للحوار الوطني، فضلا عن احتمالية الاستقرار على الموعد الرسمي لانطلاق جلسات الحوار وأسماء المشاركين به. وخلال الاجتماع الأخير للحوار الوطني تم الاستقرار على قضايا المحور الاقتصادي، كما تم ضم عدد من القضايا الرئيسية بالمحور مع بعضها البعض وترتيبها وفقا للإطار المنهجي لها، وذلك من أجل تحديد أولويات المناقشات عند بدء جلسات الحوار. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بعد التحية نريد أن نعرف من حضرتك أجندة اجتماع الغد. كل التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. خلينا نقول انه الاجتماع 14 غدا سينطلق بحضور مجلس امناء الحوار الوطني لاستكمال مناقشات المحور المجتمعي ليصبح الانتهاء كاملا من المحور السياسي الذي تم في الجلسة 12 والمحور الاقتصادي الذي تم في الجلسة 13، وبالتالي يكون مجلس الأمناء قد انتهى من مناقشة 3 محاور. مجلس الأمناء يحرص على ترتيب أولويات القضايا وتكثيفها بالشكل الذي يسهل ويؤهل هذه القضايا للمناقشة أثناء عقد الجلسات الرئيسية للحوار الوطني والمنتظر عقدها أو انطلاقها قريبا. أيضا يحرص مجلس الأمناء على إلقاء الضوء على مراجعة جميع العناوين والقضايا والموضوعات التي تم ترتيبها خلال الجلسات الماضية، وذلك نظرة شبه نهائية قبل أن ينطلق الحوار الوطني. إذن مجلس الأمناء في انعقاد دائم خلال هذه الأيام لوضع يعني الرتوش أو اللمسات الأخيرة للجلسات الإجرائية التي قاربت على الانتهاء. غدا جدول أعمال الجلسة يعني سيركز على الانتهاء من مجلس من محاور أو موضوعات وقضايا المحور المجتمعي، وسيقوم يعني هل بالفعل تم الانتهاء من وضع كل الملفات الخاصة بالمحور المجتمعي وأيضا المحور الاقتصادي وغيرها من المحاور التي سوف يناقشها الحوار الوطني قبل البدء لجلسات الحوار المرتقبة؟ نعم، تم الانتهاء، وسيواصل غدا مجلس الأمناء استكمال ما تبقى من المحور المجتمعي، وذلك بهدف وضع
أو ترتيب الأولويات التي تهم وتصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن. صحيح. ما هو الموعد المرتقب لبدء الجلسات؟ يعني حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد بدقة حتى نكون آمنين مع السادة المشاهدين ومع الرأي العام، ولكن المؤكد أنه يعني نحن على بعد أمتار قليلة من انطلاق الحوار الوطني أو الجلسات الرئيسية للحوار الوطني. صحيح، يعني من الواضح أنكم في انتظار ضم جميع القضايا الخاصة بالمحاور الاقتصادية والمجتمعية وغيرها لمناقشتها في الحوار الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أو أستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا لك. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، التقى الفريق ديموكريتوس زيفراكس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية، حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك ميدوزا 12. تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات والروابط التاريخية لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية، ما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مجموعة من مواقع العمل ومنشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس. تأتي الجولة التفقدية في إطار الإطمئنان على سير العمل والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بترسانة بور توفيق البحرية، علاوة على الوقوف على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي. واطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء السفن. وفي كلمته أعرب رئيس الهيئة عن ثقته فيما تتمتع به ترسانة بور توفيق البحرية من مقومات أهم نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من كوادر فنية مدربة، مؤكدا حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى الفني للترسانة التابعة لها من خلال إمدادها بخبرات جديدة. 16 يوما تبدأ من 25 من نوفمبر وحتى 10 من ديسمبر من كل عام هي المدة التي تستغرقها مبادرة التحد لإنهاء العنف ضد المرأة والتي ترعاها الأمم المتحدة. مصر قطعت في سنواتها الأخيرة أشواطا كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة من خلال حزمة قوانين صارمة وضعت نصب أعينها حماية المرأة من كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري. العدل والقوة في صورة امرأة، وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها في المجتمع، وتوالت قصص بطولة المرأة المصرية في جميع المجالات، فهي بمثابة قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق منا كل الفخر والاحترام والتقدير. ثماني سنوات من العمل الجاد والدؤوب الذي أنجزته الدولة حرصت خلالها على بذل كافة الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وهي التشريعات التي بدأت بدستور 2014. وللمرة الأولى في التاريخ الحديث تنتصر حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات للمرأة المصرية وتسعى لحمايتها من كافة الأوجه. فقد تبنت القيادة السياسية منذ اليوم الأول الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وأقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات، وتم إطلاق التقرير الخاص بها في عام 2021. وتم اعتماد عدة استراتيجيات وطنية هي الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان والصحة الإنجابية ومكافحة الزواج المبكر ومناهضة الاتجار بالبشر ومناهضة الهجرة غير الشرعية. ولعل من أبرز الجهود القيام بإطلاق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، حيث تعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في إجراء هذا المسح لمعرفة فداحة الخسائر التي تنتج عن العنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع. كما أطلقت مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف لتصبح مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ولم تهتم الدولة بمكافحة العنف ضد المرأة فحسب، بل اعتبرت أن الإضرار بالطفل جزء من العنف ضد المرأة، فصدر قرار بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار. كما صدرت عدة قرارات مهمة، من بينها قرارات مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وقرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. وتهدف تلك الوحدة لوجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد، تيسيرا وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة، حتى يتوفر لها الحصول على كافة أنواع الرعاية. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن وصول خبراء من الوكالة إلى جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لبحث سبل تقديم الدعم والمساعدة للموظفين. وقال غروسي إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا في موقع محطة زابوريجيا للطاقة الذرية منذ بداية شهر سبتمبر الماضي لتقديم الدعم والمساعدة لموظفي المحطة، مشيرا إلى إحراز تقدم ملحوظ في إنشاء منطقة حماية للأمن والأمان النوويين حول المحطة. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف ضرورة وضع مراقبة دولية في إطار إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لضمان الالتزام بالاتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موسكو تبحث المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد أوليانوف على أن دعوة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية من شأنها أن تسهم في انفراج الوضع، وأشار إلى أن موظفي الوكالة الذرية في المحطة يعرفون جيدا من يقصفها، مرجحا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لا يتحدث مباشرة عن سبب القصف بسبب القيود عليه، داعيا إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية. كما أعلن الحاكم العسكري الإقليم زابوريجيا أن قوات روسية شنت هجوما صاروخيا على ضواحي الإقليم. وأوضح المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت الإقليم بصواريخ أصابت منطقة قريبة من المستشفى العام. في السياق ذاته ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات من قوات الدفاع الوطني صدت على مدار 24 ساعة الماضية هجمات من جانب القوات الروسية في المناطق القريبة من إقليمي دونتسك ولوهانسك بجنوب البلاد. تسعة أشهر مرت على انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، المواجهات بين الجانبين لا تزال على حالها، القصف والقصف المتبادل، اجتياحات وانسحابات من المدن والبلدات الأوكرانية، كر وفر بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية. أما الجديد فهو تلك الكلفة الباهظة للحرب، وهي دمار البنية التحتية الأوكرانية، الأمر الذي حول معيشة الأوكرانيين إلى كابوس، كل هذا وسط ترقب لقدوم فصل الشتاء القارس. فعلى مدار الأيام الماضية باتت أوكرانيا بقعة مظلمة على الكرة الأرضية، إذ تعاني منذ أشهر من أزمة كهرباء خانقة جعلت معظم أنحاء البلاد من دون تدفئة، بالإضافة إلى انقطاع المياه أيضا في مناطق عدة من ضمنها العاصمة، وهو الأمر الذي دفع سلطات كييف إلى تنبيه المواطنين للاستعداد لمزيد من الهجمات وتخزين المياه والطعام والملابس الثقيلة، كما دفع الرئاسة الأوكرانية لافتتاح حوالي 4000 نقطة تدفئة في جميع أنحاء البلاد حيث لم تتخطى درجة الحرارة الصفر. من جانبه أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن هناك حوالي 15 منطقة تعاني مشاكل في إمدادات المياه والكهرباء،
موضحا أن وضع الكهرباء لا يزال صعبا في كل المناطق تقريبا. وأضاف زيلينسكي أنه يتعمد كل ساعة إعادة توصيل الكهرباء لمزيد من المستهلكين، كما أضاف أن بلاده صمدت طيلة 9 أشهر من الحرب الشاملة ودعا شعبه إلى مواصلة الصمود. Наші десантно-штурмові війська, як і всі сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам'ятати, маємо завжди шанувати їхню відвагу і самопожертву. الجانب الروسي اعترف بمهاجمة البنية التحتية الأساسية، وأكد أنه يفعل ذلك بهدف الحد من قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض. أما أوكرانيا فتقول إن مثل هذه الهجمات تعد جريمة حرب. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ستولتنبرغ أن الحلف لن يتراجع عن دعم أوكرانيا، وأشار إلى أن فنلندا والسويد ستحضران اجتماعات الحلف، مؤكدا أهمية الانتهاء من عملية انضمامهما للناتو. وخلال مؤتمر صحفي أعرب ستولتنبرغ عن ترحيبه بعرض ألمانيا تعزيز الدفاعات الجوية لبولندا من خلال شحن بطاريات باتريوت إلى وارتو، ولا سيما بعد حادث سقوط أحد الصواريخ على الأراضي البولندية. أنا أرحب بالعرض الألماني بتعزيز الدفاع الجوي في بولندا، وذلك من خلال تعبئة بطاريات الباتريوت إلى بولندا. وبعد الحادث الكارثي في بولندا الأسبوع المنصرم حيث خسر شخصين حياتهما، تم التطرق كثيرا إلى هذا الموضوع، ونعرف أنه خلال السنوات الماضية عمل الناتو على زيادة وجوده في دول الحليف، ومنذ فبراير أيضا عملنا على زيادة الوحدات العسكرية بالإضافة إلى الجنود في الميدان، كما حصلنا على دفاعات جوية وبحرية إضافية، وذلك يشمل أيضا أنظمة الدفاع الجوية من خلال الطائرات المضادة للصواريخ بالإضافة إلى منظومة جوية كمنظومة باتريوت، فضلا عن أنظمة الدفاعات البحرية. إذن بشكل عام نحن زدنا وجودنا في المنطقة ولا سيما في الحدود الشرقية لتحالفنا. فضلا عن ذلك نعرف أن أحد المسؤولين العسكريين الألمان الكبار يملكون القدرات على تعزيز قدراتنا في على الحدود الشرقية لتحالفنا. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن ما قالت إنه استهداف روسي للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا جريمة حرب، وأن بلادها سترسل 100 مولد على الطاقة إلى أوكرانيا. وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن روسيا تستخدم فصل الشتاء سلاحا في حربها على أوكرانيا، في وقت أفادت فيه وكالة ناس الروسية باستدعاء الخارجية الفرنسية السفير الروسي لدى باريس. Très belle idée. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on va faire ça, vous verrez. Quelle est cette idée ? Elle est double. أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لكييف في أعقاب الهجمات الروسية على البنى التحتية في أوكرانيا. وذكرت الحكومة البريطانية أن كليفرلي أعلن خلال زيارته عن دعم إضافي بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لصندوق الشراكة من أجل أوكرانيا لإعادة بناء البنية التحتية المحلية الحيوية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزيرة البيئة البريطانية تريز كوفي أن المملكة المتحدة ستخصص أيضا 5 ملايين جنيه استرليني للمبادرة التي تقودها أوكرانيا لشحن الحبوب إلى البلدان المعرضة لخطر المجاعة. كما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أن الحكومة الكرواتية وافقت على قرار بشأن تدريب أفراد من الجيش الأوكراني على أراضيها. ووجه وزير الدفاع الأوكراني الشكر لرئيس الوزراء الكرواتي وزير دفاعه على دعمهم المستمر لكييف، موضحا أن زغرب تدرس خيارين لمساعدة أوكرانيا هما تدريب الجيش الأوكراني على أراضي كرواتيا وإرسال مدربين كرواتيين إلى أراضي دولة ثالثة لتدريب الأوكران.
نفى الكرملين صحة المعلومات الصحفية التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن تعبئة جديدة في البلاد. وفي السياق ذاته أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تصريحات أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تؤكد رفضها حل المشاكل بطرق سلمية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي أمهات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا اليوم. وفي تصريحات له قال بوتين إنه لا يشعر بأي ندم على شن العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، ووصف الحرب بأنها لحظة فاصلة وقفت فيها روسيا أخيرا في وجه هيمنة غربية، وأدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الجنود من الجانبين. نشر التلفزيون الرسمي الروسي لقطات مصورة لما قال إنها لجنود روس وصلوا إلى موسكو بعد تبادل سجناء مع أوكرانيا. ويظهر الفيديو طائرة تهبط في مطار تشيكالوفسكي بالقرب من موسكو والجنود يندرون منها ثم يستقلون الحافلات. وقال رئيس منطقة دونسك دينيس بوشلن إن 50 جنديا روسيا أعيدوا إلى روسيا مقابل نفس العدد من الجنود الأوكرانيين. أصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقريرا تؤكد فيه أكثر من 15,000 شخص في عداد المفقودين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اللجنة التي فتحت مكتبا لها في كييف أوضحت أن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر ولسنوات. منذ فبراير الماضي وتحديدا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبح أكثر من 15,000 شخص في عداد المفقودين. تلك الأرقام صدرت عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إذ أكد مدير برنامج اللجنة في أوروبا ماثيو هوليداي أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم نقلهم أو احتجازهم أو الذين هم على قيد الحياة ومنفصلون عن أفراد عائلاتهم أو ماتوا ودفنوا في مقابر مؤقتة. في يوليو الماضي افتتحت المنظمة والتي تتخذ لاهاي مقرا لها مكتبا في كييف لمساعدة أوكرانيا في التوثيق وتعقب المفقودين. اللجنة الأوروبية كشفت عن أن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر لسنوات حتى بعد توقف القتال، فيما يعد الرقم والبالغ 15,000 شخص متحفظ عليه عند الأخذ في الاعتبار أنه في مدينة ماريبول الساحلية وحدها. تقدر السلطات أن نحو 25,000 شخص إما لقوا حتفهم أو فقدوا. أما في كييف فقد هنا بدأت المنظمة جمع عينات الحمض النووي وتكثيف القدرات لعملية تستغرق سنوات من شأنها أن تساعد المدعين العموم في إقامة دعاوى جرائم حرب. وبالنسبة للجنة فإن الأعداد الضخمة والتحديات التي تواجهها أوكرانيا هائلة، بالإضافة إلى خوض قتال مستمر مع روسيا ليس في الأفق القريب انقضائه. قال ممثل شركة غاز بروم الروسية أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 42.4 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سوجا لضخ الغاز. وأضاف ممثل الشركة أن غاز بروم ستنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سوجا اعتبارا من اليوم، مضيفا أنه تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سخرا نوفكا. تتأثر القطاعات الصناعية الإنتاجية في أوروبا سلبا بتداعيات الأزمة الأوكرانية، لا سيما على صعيد مصادر الطاقة التي كانت تعتمد فيها أوروبا بشكل كبير على روسيا. وفي ظل هذه الأزمة والتوتر الروسي الغربي، يحاول الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري لأسعار الغاز المستورد لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعاره.
تداعيات مختلفة تحملها الأزمة الأوكرانية وتضرب بآثارها مختلف القطاعات في القارة الأوروبية على خلفية ارتفاع أسعار الغاز وانخفاضه، أو بالأحرى انعدام واردات الغاز الروسي إلى القارة العجوز. وفي محاولة منها لتقليل هوة الاحتياج الملح إلى مصادر الطاقة، فشل وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على اقتراح المفوضية الأوروبية لوضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد لمواجهة الارتفاعات القياسية في أسعاره بمختلف الأسواق حول العالم. المفوضية الأوروبية اقترحت حداً أقصى للسعر قدره 275 يورو لكل ميجاوات ساعة، بينما انتهى الاجتماع الأوروبي في بروكسل إلى نتائج عظيمة، حيث أرادت حوالي 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، أي أكثر من نصف الكتلة، شكلاً من أشكال الحد الأقصى لأسعار الغاز. ومع ذلك كانت ألمانيا وهولندا أكثر تشككاً بشأن هذا الأمر. ومن المقرر أن يجتمع الوزراء الأوروبيون مرة أخرى في ديسمبر المقبل لمواصلة مناقشة قضية سقف أسعار الغاز، وفقاً لوزير الصناعة والتجارة الشيكي جوزيف سيكيلا، الذي يترأس أيضاً اجتماعات وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بالتوازي مع خلافات أوروبية أخرى حول وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، بما يؤثر على حركة الصناعة والتجارة العالمية. التحركات الأوروبية بشأن الطاقة علقت عليها موسكو من خلال المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي انتقدت الحدود القصوى لأسعار الطاقة الروسية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن العديد من الدول المنتجة للنفط تعارض أيضاً تحديد سقف الأسعار، لأن هذا الإجراء سيعطل نظام التجارة العالمية وسلاسل التوريد. أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره العراقي حيان عبد الغني أهمية العمل في إطار تجمع أوبك بلس على إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. قال ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة السعودية، وأفاد أيضا بأن الوزيرين شدد على التزام الرياض وبغداد بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير لخفض الإنتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا إلى نهاية عام 2023. أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني نما بشكل طفيف في الربع الثالث بأكثر مما جاء في توقعات أولية، مدعوما بإنفاق المستهلكين. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا نسبته 4% على أساس ربع سنوي و 1.3% على أساس سنوي وفقا للأرقام المعدلة موسميا. قال اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع 7.4% في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة صادرات الطراز الفاخرة والمخصصة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي. وأضاف الاتحاد أن 69,524 سيارة صنعت في بريطانيا في أكتوبر، مشيرة إلى أن شركات صناعة السيارات في بريطانيا ما زال يتأثر بنقص الرقائق عالمياً ومشاكل سلاسل التوريد. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة. وقال أنور الذي عينه ملك ماليزيا أمس الخميس بعد انتخابات غير حاسمة إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد، وأنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة. kekuatan ringgit sekarang dan juga soal bursa saham. ينعقد اليوم اجتماع استثنائي في بروكسل وزراء الداخلية الأوروبيين على خلفية القلق من زيادة أعداد المهاجرين عبر طريق غرب البلقان. الاجتماع الأوروبي يأتي في ظل خلافات بين فرنسا وإيطاليا بشأن المهاجرين غير الشرعيين الذي يجري إنقاذهم في البحر المتوسط، وفي أعقاب الأزمة الأخيرة بين باريس وروما حول السفينة أوشن فايكينج والمهاجرين 234 الذين كانوا على متنها قبل أن ترسو في فرنسا بشكل استثنائي بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، ملامح أزمة تزايد أعداد المهاجرين نحو أوروبا، لا سيما في ظل تفاقم تبعات الأزمة الأوكرانية. الواقع أن الاجتماع الاستثنائي اليوم الجمعة لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي بيعكس حجم الأزمة الكبيرة حول المهاجرين، خاصة بين عدد من دول الاتحاد، تحديدا بين فرنسا وإيطاليا، خاصة بعد السياسات الأخيرة من جانب الحكومة المتشددة في إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، والتي رفضت استقبال المهاجرين، وبالتالي مشكلة انقلابا على ما يعرف بالسياسة الأوروبية تجاه المهاجرين واللاجئين، والتي تقوم على فكرة التضامن ووحدة المواقف الأوروبية في هذا الشأن. وبالتالي هنا الخطورة أن مع احتمالات تزايد أعداد المهاجرين خاصة من أوكرانيا مع دخول فصل الشتاء وتداعيات الحرب والأوضاع الإنسانية، وبالتالي الدخول عبر غرب البلقان إلى أوروبا، هذا يفاقم. وأعتقد أن هذا الاجتماع هو يحاول على الأقل وضع نوع من السياسة الموحدة بين دول الاتحاد. نحن نعرف أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ أكثر من عامين مشروع كامل متكامل للإصلاح، يقوم على التضامن بين دول الاتحاد، على العمل على دعم الدول ما يسمى الدول المستقبلة، دول الاستقبال، وتوزيع هؤلاء المهاجرين واللاجئين على الدول الأوروبية بشكل عادل، بما يعني تضامن وتحمل والأعباء المختلفة. لكن صعود اليمين المتطرف في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في إيطاليا، والتي تعد أحد الدول المستقبلة، الشواطئ الإيطالية تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، خاصة من إفريقيا عبر السواحل الإيطالية. صحيح. طيب دكتور أحمد، يعني أبرز المخاوف الأوروبية من موجات تدفق اللاجئين غير الشرعيين على دول القارة من وقت لآخر، هذه المخاوف يعني أسبابها؟ في الواقع أن هذه المخاوف مخاوف اجتماعية واقتصادية وسياسية، بمعنى أن زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين لأوروبا هو أيضا ساعد في تفاقم وتصاعد اليمين المتطرف الذي صعد في كثير من الدول الأوروبية في الانتخابات الأخيرة، ومنها بالطبع كان في إيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. الأمر الثاني، هناك أيضا مخاوف اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أوروبا منذ بسبب الأزمة الأوكرانية في مجال اقتصاد أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وأزمة الطاقة، وبالتالي هؤلاء المهاجرين واللاجئين يشكلون أعداء، خاصة القادمين من أوكرانيا، وبأعداد كبيرة. ثم هناك مخاوف أمنية من تصاعد خطر الإرهاب واعتبارات أخرى سياسية، لكن أنا باعتقادي أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين واللاجئين هي تقوم على فكرة إنشاء السدود، بمعنى منع الهجرة أو منع هؤلاء من دخول الاتحاد الأوروبي دون معالجة المشكلة من جذورها، والتي تقوم على ضرورة العمل أولا في إفريقيا، تحقيق التنمية في إفريقيا، القضاء على الهجرة من المنبع على الدول الإفريقية، وأعتقد أن هذا هو المنهج الأفضل لمنع الهجرة. لكن ترك المهاجرين في عرض البحر والاعتبارات الإنسانية والضغوط، أعتقد أن هذا لن يحل المشكلة. هذه الأزمة تطرح تساؤل هام، وهو هل من سبيل نحو توافق أوروبي خاصة بين باريس وروما حول أزمة المهاجرين غير الشرعيين، وإذا ما كان فكيف سيكون الحل؟ أنا في اعتقادي أن التوافق يعني يبدو بعيدا إلى حد ما في ظل التضاد في المواقف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا جورجيا ميلوني وهذا الائتلاف الحاكم في إيطاليا، الذي يعني هو صعد بسبب سياساته المتشددة تجاه قضية المهاجرين واللاجئين واتخاذ موقفه، وبالتالي هو لم يقدم تنازلات لأن هذا جزء من صعوده الانتخابي في إيطاليا. الأمر الثاني أيضا أن فرنسا تجد نفسها قائدة في الاتحاد الأوروبي في مأزق حقيقي، وبالتالي هنا أعتقد صعب بروكسل ربما يسعى إلى البحث عن حد الأدنى من التنسيق والتوافق، على الأقل ما يسمى يعني تحمل الأعباء أو العدالة في الأعباء، خاصة المهاجرين في أوكرانيا، والتي فتحت أوروبا أبوابها لهؤلاء المهاجرين. لكن تظل الأزمة موجودة، هناك معالجات عبارة عن مسكنات، عبارة عن حلول كلها أمنية فقط للمنع، وبالتالي كل هذا يعني أن هذه المشكلة تستمر، وبالتالي تستمر تداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية على الدول الأوروبية. صحيح. دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية، أشكرك شكرا جزيلا. أفادت صحيفة ماينيتي بأن الحكومة اليابانية تدرس مسألة تطوير صواريخ موجهة يصل مداها إلى 3000 كيلومتر ونشرها على مراحل لاحقة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بجزيرة هوكايدو. وذكرت الصحيفة أن مدى تحليق الصواريخ المضادة للسفن التي تستخدمها اليابان حاليا تتجاوز 100 كيلومتر،
وفي إطار خطة رفع القدرة الدفاعية للبلاد، تخطط طوكيو لتحديثها لزيادة مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر، كما تجري دراسة احتمال صنع صواريخ جديدة بما في ذلك صواريخ فرط صوتية يتراوح مداها ما بين 2000 إلى 3000 كيلومتر. تعهد الرئيس الصيني تشي جين بينغ ونظيره الكوبي ميغال دياس كانيل بالدعم المتبادل بشأن المصالح الأساسية لكل من بكين وهافانا. وفي تصريحات قال الرئيس الكوبي أن الصين تأمل في تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية والإقليمية مع كوبا خلال الفترة القادمة. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة حالات الطوارئ في كرغيزستان أنه تم إخماد حريق شبة في مبنى البرلمان دون أن يسفر عن إصابات. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن المبنى أخلي بعد نشوب حريق في القبو. أعلنت الوكالة الدولية الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن عدد من لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب مدينة سيانغور هذا الأسبوع ارتفع إلى 310 أشخاص. وأضاف رئيس الوكالة الإندونيسية أن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين. لا تزال آثار الزلزال في كل مكان هنا في سيانغور بمقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. اللحظة المرعبة للكارثة يتذكرها جميع السكان الذين حثوا الحكومة على توفير المزيد من الإمدادات الطارئة للنازحين. وأدى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة جاوة الغربية إلى تشريد أكثر من 62 ألف ساكن في سيانغور. وفيما فقد بعض الناس منازلهم وممتلكاتهم، فقد البعض الآخر حياتهم. وبفعل تهدم المنازل بات السكان يفترشون الأرض وينامون في خيام وفرتها السلطات، إلا أن للناس مطالب عديدة منها مصادر الطاقة وبعض الأساسيات الأخرى حتى يتم إعادة بناء المدينة من جديد. ويبذل عمال الإنقاذ قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال، حيث حذر حاكم المقاطعة من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين، وأضاف أن معظم الضحايا من الأطفال حيث إنهم كانوا في مدارسهم وقت وقوع الزلزال. أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 32,943 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 3,103 إصابات مصحوبة بأعراض، وبهذا يصل إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 300,649 حالة. هذا ولم تسجل الصين أي وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات ثابتا عند 5,232 حالة. موجة إصابات أخيرة غير مسبوقة تشكل اختبار لمدى قدرة الصين وسياستها صفر كورونا على الصمود. ففي وقت يسعى فيه المسؤولون لتجنب إغلاق على مستوى مدن بأكملها كما حصل في شنغهاي لمدة شهرين في أبريل، سجلت 31,444 إصابة جديدة بكورونا في أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة. الصين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة هي القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول وقف تفشي الفيروس في البلاد من خلال إغلاق مدن بأكملها ووضع المخالطين للمرضى في حجر صحي صارم، بينما تجنبت العاصمة حتى الآن الخضوع لإغلاق شامل، وفرضت إجراءات إغلاق على أبنية محددة بينما اصطف السكان في طوابير لإجراء فحوص كورونا، إذ إن العديد من الأماكن العامة تلزم السكان الحصول على فحص بنتيجة سلبية لا تزيد مدته عن 24 ساعة كشرط للدخول. وفي الولايات المتحدة وبعد ما يقرب من 3 سنوات من تفشي الجائحة، قال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأمريكية أنتوني فاوتشي إنه لم يكن يتخيل ولا يعتقد ولا أي من زملائه أنهم سيشهدون 3 سنوات من ملحمة
وقامت المعاناة والموت لمليون أمريكي بسبب هذا الوباء. وحذر فاوتشي من تطور المتغيرات المتعددة للفيروس، وقال إن إرشادات الصحة العامة تغيرت عدة مرات خلال الوباء لأن المعلومات المتعلقة بالفيروس تتغير من أسبوع لآخر ومن شهر لآخر. لتبقى كورونا تتحدى غرور العلم، وتؤكد أنه رغم اللقاحات والعقاقير ما زالت هي التحدي الأكبر والأخطر للبشرية. أظهر تقرير صحي إيطالي أن مؤشر انتشار عدوى وباء كورونا وصل إلى 1.4%، ليتجاوز رمزيا عتبة الوباء مجددا عند 1 نقطة فقط، وهو ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، بإضافة إلى أن هناك 6 مقاطعات في إيطاليا تعد عالية الخطورة من ناحية العدوى. وذكر التقرير الصحي أن الأمر يتعلق بزيادة تجاوز عتبة الوباء مقارنة بالأسبوع السابق، كما ازدادت أيضا حالات العدوى التي تنطوي على الدخول إلى المستشفى لا تتجاوز عتبة الوباء بقليل، متوقفة عند 1.7%. أعلن وزير الصحة الياباني كاتسو نوبو كاتو أن الحكومة ستبدأ توزيع أول عقار لمفاوي مطور محليا لعلاج فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وقال كاتو إن الحكومة كانت تخطط في أول الأمر لبدء توزيع عقار إكساكوفا في أوائل ديسمبر المقبل، ولكنها قررت تقديم تاريخ التوزيع. وأشار وزير الصحة الياباني إلى أن الإمدادات لمليون شخص متوفرة بالفعل، وأن استعدادات التوزيع تتقدم بسلاسة، ومن المقرر أن يتم تسليم العقار إلى حوالي 2900 منشأة طبية سيتم إدراجها على المواقع الإلكترونية لحكومات المحافظات. تدخل الممرضات البريطانيات في إضراب يومي 15 و20 من ديسمبر المقبل، وهي حركة غير مسبوقة منذ 106 أعوام، وتشير إلى خطورة الأزمة الاجتماعية في المملكة المتحدة وسط إضرابات في كثير من القطاعات التي لم تشهدها البلاد منذ عقود. وأوضحت الأمينة العامة لاتحاد الكلية الملكية البريطانية للتمريض بات كولين أن الممرضات ضقن ذرعا من الرواتب المتدنية، ما يتسبب في عدم إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقونها. قالت جمعية الصيادلة السويسرية إن البلاد تعاني من نقص في الأدوية بسبب مشاكل سلاسل الإمداد المرتبطة بإجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا في الصين والحرب الأوكرانية. وقال إينيا مارتيلي أحد أعضاء جمعية الصيادلة إن أكبر مشكلة تواجه الجمعية هي نقص أدوية الأطفال، وخاصة أدوية خفض الحرارة. وقال رئيس جمعية الأطباء السويسرية إن هذا الوضع أدى إلى أو في بعض الأحيان إلى إجبار الأطباء على شراء الأدوية من الخارج. قالت السلطات الصينية إن حريقاً شب في مبنى سكني في إقليم شينجيانغ بشمال غرب البلاد أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9. وقالت وسائل أعلام رسمية إن السكان تمكنوا من النزول إلى الطابق السفلي، ويعد هذا ثاني حريق مميت في الصين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أودى حريق في مصنع بمدينة إينيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصاً هذا الأسبوع. جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإنهاء العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، مشددا على إدانته لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وأشار الاتحاد إلى أن العنف ضد المرأة يحدث في كل بلد، والحقائق مروعة في الاتحاد الأوروبي وجميع أنحاء العالم، حيث تتعرض 1 من كل 3 نساء للعنف الجسدي أو الجنسي، وتتعرض 1 من كل 5 فتيات اليوم للاعتداء الموجه ضد الأطفال. كما أن العنف على الإنترنت أخذ في الارتفاع، حيث تتعرض 1 من كل 2 من الشابات للعنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي. globally
أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أننا نمضي معا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها. وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبينما يحتفل العالم بيوم القضاء على العنف ضد المرأة، تمضي مصر بثبات نحو تمكين المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن باعتبارها الدرع الحامي الذي يصون الأمة ومستقبلها. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 555 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 859 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 157 طن. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 668 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 34 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية، من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و203 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. أعلنت وزارة الصحة والسكان بإطلاق 4 قوافل طبية مجانية على مدار يومين ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في عدد من التخصصات الطبية. وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل سوف تغطي محافظات الغربية، الجيزة، دمياط والوادي الجديد. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية. وخلال ترأسه لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة، أكد وزير الزراعة السيد القصير ضرورة الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بشكل دائم والاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين. احتفلت مصر باليوبيل الفضي لمتحف النوبة بمحافظة أسوان الذي يوافق ذكرى مرور 25 عاما على افتتاحه. تم الاحتفال عبر فعاليات وأنشطة فنية متنوعة تبرز الجوانب المختلفة للثقافة النوبية والتراث الفني والفلكلوري، بجانب مقتنيات المتحف النادرة التي توثق تاريخ النوبة وفنونها منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. بمناسبة اليوبيل الفضي لافتتاح متحف النوبة، نظمت جامعة أسوان احتفالية فريدة من نوعها بمشاركة جماهيرية من مختلف جنسيات العالم، فما بين معرض فني للفنون التشكيلية مقام على هامش الاحتفالية إلى جانب تطوير المتحف من النواحي السمعية والبصرية والمنظومة الأمنية. تم الاحتفال بالمتحف الذي افتتح في 23 من نوفمبر من عام 1997 بتكلفة وصلت إلى حوالي 70 مليون جنيه. المتحف مقام على مساحة 50,000 متر مربع، والجزء الخاص بقاعة العرض المغلقة تبلغ مساحتها حوالي 7,000 متر مربع، إضافة إلى 43,000 متر مربع للمساحات الخضراء حول المتحف. المتحف افتتح في 23 نوفمبر سنة 97. إن شاء الله إحنا عاملين احتفالية تحوز على أعجابكم إن شاء الله. الاحتفالية بتبتدي بموكب لطلاب كلية الآثار بشكل فرعوني، وحنفتتح معرض لطلاب كلية الآثار. عاملين معرض لوحات فنية بتقنية قديمة قسم الترميم، وبعدها هنعمل افتتاح
المعرض الأول للفنانين التشكيليين بأسوان. الهدف من إنشاء متحف النوبة في محافظة أسوان هو الحفاظ على التراث الحضاري النوبي وعرض التاريخ النوبي منذ بداياته وحتى تشييد السد العالي. وفكرة إنشاء المتحف تزامنت مع انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة التي بدأت من عام 1960، وقد وضع حجر الأساس للمتحف في عام 1986 وافتتح للجمهور في 23 من نوفمبر من عام 1997. يعني بصراحة الأجواء والعرض وكل حاجة جميلة، والواحد فخور إن هو بينتمي للكلية وفخور جدا بالحضارة المصرية. أنا فخورة إني بشترك في احتفالية مرور 25 عام على افتتاحية متحف النوبة. احنا بنعمل محاكاة لحياة المصريين القدماء، بنوري للعالم الحضارة المصرية القديمة وعظمة تلك الحضارة. المتحف يضم مجموعة من القاعات تم تقسيمها لتشمل عصر ما قبل التاريخ والدول القديمة والوسطى والحديثة، إلى جانب جزء يتحدث عن النوبة المسيحية والنوبة الإسلامية، وجزء به بانوراما الحياة النوبية المعاصرة بعاداتها وتقاليدها. كما يحتوي المتحف على نحو 2000 قطعة أثرية تعبر عن حقب تاريخية مختلفة، من بينها تمثال للملك رمسيس الثاني ونموذج لمعبد فيلة ولوحة حجرية للملك أمنحتب، بالإضافة إلى نموذج لمقبرة إسلامية وأيضا للحلي والفخار المتعدد والمتنوع الألوان والأشكال. المتحف يتوج بعد تطويره جهود الدولة الحثيثة في السنوات الأخيرة للحفاظ على الآثار وحمايتها وعرضها للعالم بما يليق بمصر ومكانتها. ورياضيا، فاز المنتخب الإيراني على نظيره الوليزي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022. وسيطر المنتخب الإيراني على مجريات المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي، إلى أن الفوز جاء متأخرا بهدفين في الدقيقتين 18 من الوقت بدل الضائع. وبذلك اقتنص منتخب إيران أول 3 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الوليزي عند نقطة وحيدة. وتتواصل في قطر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومع انتهاء مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات تميزت مختلف المواجهات بمنافسة شرسة خلال 16 مباراة الأولى في البطولة، وانتهت 11 منها بفوز أحد المنتخبين، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل. شرسة ومفاجآت مدوية، عنوان الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022. فمن بين 16 مواجهة تم خوضها انتهت 11 منها بفوز أحد المنتخبين، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي ومباراة واحدة بالتعادل الإيجابي. المنتخبات العربية المشاركة في البطولة حققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى باستثناء خسارة المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين نظيفين، حيث حقق المنتخب السعودي كبرى مفاجآت المونديال حتى الآن بالفوز على منتخب الأرجنتين 2-1، كما حقق منتخبا المغرب وتونس تعادلين سلبيين أمام كرواتيا والدنمارك. هذا ولم يحقق أي منتخب أفريقي الفوز في الجولة الأولى للمونديال، حيث خسرت السنغال أمام هولندا بهدفين دون رد، كما خسر منتخب الكاميرون أمام سويسرا بهدف نظيف، وخسر أيضا المنتخب الغاني من نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2. الجولة الأولى شهدت تسجيل 41 هدفا بمعدل 2.5 الهدف في كل مباراة، حيث تم إحراز 15 هدفا في الشوط الأول و26 هدفا في الشوط الثاني. وشهدت الجولة احتساب 9 ضربات جزاء تم تسجيل 7 منها، فيما أضاع نجم بولندا روبرت ليفاندوفسكي ضربة أمام المكسيك، كما أهدر لاعب كندا ألفونسو ديفيز الضربة الأخرى أمام بلجيكا. هي إذن جولة واحدة انتهت من بين عدة جولات في الطريق نحو حصد الذهب والتتويج باللقب الأغلى. ولقد وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحكومة تنفي قرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
خبراء وكالة الطاقة الذرية يصلون إلى محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وموسكو تدعو لمراقبة دولية لحماية محطة زابورجيا. اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث مواجهة زيادة أعداد المهاجرين. ختام نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. إلى اللقاء.